حكمت المحكمة على المدعو عيسى زياني بالسجن 5 سنوات. الرهان، المسلسل الرمضاني المنتظر، يعرض حصريا على قناة النهار الإخبارية الأولى بالجزائر، أول عمل جزائري درامي يدبلج، يحمل الكثير من الإثارة والتشويق. كانت تجربة غنية وتفاهم الحمد لله مع الفنانين هنا في الجزائر، والحمد لله كنا في قدر كبير من التفاهم والتنسيق والمتعة، وإحنا بنحاول نعمل فن ونقدم حاجة محترمة للناس في رمضان تسعدهم ويبقوا يعني حاسين إنهم عايشين مع المسلسل وأحداثه وشخصياته. إنتاج ضخم يضم نجوم الصف الأول: جميل عراس، عبد القادر جريو، زهرة حركات، محمد خساني وغيرهم من المواهب الشابة في قصة درامية اجتماعية مشوقة. تجربة فنية جديدة فيها كاست مهم، كاستينج مهم من الممثلين. فوا سي ان نوت بروفيل دان بيرسوناج واحد اخر كاع كامل، سي ان نوت بيرسوناج، ديكور واحد اخر، جو جديد، طريقة تعامل جديدة حتى في الجانب الجمالي. اللي زاد شجعني أكثر هو أنه جريو هو البارتنير تاعي، وخساني، هذو زوج مواهب كبرى اللي كنت نتمنى نشوفهم قدامي، نتابعهم في التلفزيون، ما كنتش نعرفهم هكا شخصيا. فإذا به تلاقينا، وكان واحد التبادل واحد المزج انكرويابل، وكتشوف فيه في الاداء. فرحت بزاف بزاف اني نكون نشارك هذه الاسماء الكبيره، اسماء عظيمه بالك في الدراما وكذلك في السينما. كان مليح بزاف، يعني كل واحد كان في بلاصته، وكنا عايشين فريمون كعائله. بيرو جديده مع مخرج مصري اللي عنده اسلوب تاع اخراج واحد اخر كاع، ماشي كيما مارف مخدمو. المسلسل يحكي على كما نقولوا مده من تاريخ الجزائر، من بارتي دي ليستوار تاع الجزائر ريسامون. فيه بزاف تشويق، ان شاء الله ينال اعجاب الجمهور. بي افوار ان رول اوسي امبورطون سي دون لا سيري كي ا في كو كوجوردي جو مي سوي فو دون ان اوتر رول كو دابيتود، باسكو دابيتود لا بزاف فوايو ايتترا. دونك لا سيت اني سي ان رول اسي امبورطون بور موا. الرهان عمل يحمل كل مقومات النجاح، ينتظر أن يحصد مكانة جزائرية وعربية ضمن الدراما الأكثر انتشاراً على الصعيدين المحلي والدولي.